امانديس انا طرحتها هذيك النقطه، انا كنت بغيت انه تبقى الدوره مفتوحه ونهار 18 في الجلسه، لان مستشار طرح لي نقطه ديال الغلاء الفواتير. دابا هذه النقطه ديال امانديس غادي نرجعوا له وغادي نعطيو التفاصيل للتفاصيل ديالها، تقرير كامل شافي غتوجدوا الاداره الامانديس وغتوجدوا الفرقه الدائمه اللي كتقوم بالمراقبه ومؤسسه قانونيه ومسؤوله. والتقرير اللي كنعدوا مع الجماعه، انا الان اللي لاحظتوا في الملف ديالي عندي مجموعه، ها هو عندي الان ها باش تنقلوا هذا الشيء، ماشي اننا هذاك الشيء كنخافوا منه، هو طلبت التقرير اليوم وماشي اليوم، التقرير عندي اللي تقدم واجتمعنا على عده جلسات عده لقاءات، هو التقرير ديال امانديس، هو تتبع ومراقبه اعمال الفاتوره المعالجه ديال الفاتوره تلقائيا، وهالوثائق ديال التقارير اللي كتصيفطوا منا امانديس، وبالتالي على جميع الاشكالات، شحال من الشكايات اللي النيابه توصلوا بها، هل عدد الشكايات، عدد العدد المشترك، شحال كان وشحال صباح وكذا، ها هو التقرير كامل، إذا كان أصبح الوقت أنه ممكن ندخل فيهم، عدد الأيام ديال القراءة، العدد، أهم الإشكالات اللي كانت في النقطة ديال المراجعة اللي عملناها في أكتوبر ديال 2015 ملي كانت الاشكالات مع امانديس، وعملنا معهم المراجعه اللي ما عمرها تعملت من 2003، وعملنا مراجعه وديك المجموعه ديال الالتزامات غادي نناقشوا امام الراي العام ما تم الالتزام به، وعندنا بالارقام بعدد العداد الماء والكهرباء، راه عندنا تقريبا 700,000 عداد، 690,000 بالماء والكهرباء، الكهرباء 360,000 وزيد شي شويه، والماء 320,000 عدد، وغنعطيكم النسبه ديال الاستهلاك ديال قل 150 درهم، والاستهلاك ديال 250 درهم، والسيكلات اللي فيما فوق، وغادي تشوفوا بالواضح ما هو المشكل ديال امانديس، إذا كاين نقطة فيها إشكال ها هي اللي خصها تتعالج، واللي ما فيهاش إشكال ها هي، والرأي العام غيكون أمام أمور واضحة، هذه المسألة غادي نخليوها إلى اللقاء ديال 18، حنا كنا كنتمناو الجلسة تبقى مفتوحة باش تتبعوا ديك الشيء، ولكن ممكن نعملوا معكم لقاء خاص بعد ما نقدموا التقرير الرسمي أمام الأعضاء ديال المجلس، لأنه رئيس ديال الجماعه ورئيس مجلس ديال التتبع، وبالتالي كيطالب هذه المعلومات كيعطيها لاعضاء المجلس، والاعضاء المجلس طالبوا هذه شهر باش راسلوني في هذا الموضوع هذا، وبالتالي حنا مستعدين نعطيو جميع الاجوبه، وبعد ذلك نجلسوا مع الاخوان والاخوات الصحفيين ونوضحوا لهم جميع الاسئله اللي عندكم على امانديس من طرف المسؤولين لا الجماعه اللي كيتبعوا، لان عندنا في الجماعه جوج ديال الاعضاء، عضو كيتبع اللجنه ديال الطريفه وعضو كيتبع البرنامج ديال الاستثمار، وهما ضمن اعضاء ديال اللجنه ديال التتبع، وهذا الشيء كيتعرض في تقارير سنويه. هذا الشيء غادي نرجعوا له في الوقت ديالو وغنوضحوا جميع الامور، والامور اللي فيها اشكالات، وحنا الان طلبنا من جميع المقاطعات باش يجمعوا جميع الاشكالات ديال المواطنين في جميع الوكالات ديال الجيشي ديال الاحياء، وبالتالي جمعوا ديك الفواتير اللي فيها اشكالات بحال اللي وقع في المرحله السابقه، وغنجمعوا حنا الان كنرصدوا العمليه، كنجمعوا كنسمعوا التقارير، وبعد ذلك غادي نعلنوا على شنو كيخصو يتعملوا كذا، ولهذا كنعرفوا حنا داخلين الان الى المراجعه، راه حنا مطالبين في هذه السنه باش ندخلوا الى المراجعه ديال بعد 3 سنوات، بمعنى هذه العمليه حنا مستوعبينها ومطالبين بها، وبالتالي غادي تضمن ضمن الامور اللي كانت باقا فيها اختلالات.